إذن مجموعة العمران سعيدة بتنظيم هذا اللقاء الدولي مع شبكة السكنة الفرنكوفونية اللي هي المؤتمر 48 اللي تتقوم به هنا إن شاء الله في مدينة الرباط. الموضوع هو موضوع مهم جدا بحيث يتعلق بالتأثير ديال السكن الاجتماعي والبناء على البيئة وعلى النجاة الطاقية، علما ان هذا الميدان تيمثل مثلا هنا في المغرب 31% من الاستهلاك ديال الطاقه. في هاد اليومين او ثلاث ايام كاين تقريبا واحد 80 ديال الخبراء اللي تيجتمعوا من 20 ديال الدول باش يتبادلوا الاراء ديالهم والخبره والتجربه والبحث على يعني حلول جديده للتقليص من هذا الاستهلاك، وترتكز كذلك التدخلات ديال المجموعه باش تبين يعني الاهميه اللي تتعطي لهذا الميدان اللي هو من الاولويات يعني ديالو، وتتكون تتبين كذلك المواكبه ديال المجموعه وانخراط ديالها في المجهود الوطني في هذا الميدان اللي تبدلو يعني كل المتدخلين حكوميين وادارات في هذا الميدان تنفيذا للتوجهات الملكيه الساميه. السكن الاجتماعي يولي اليوم كيخضع لكل المعايير الحديثة المعمول بها في مجال الحفاظ على الطاقة، في مجال احترام شروط المناخية، في مجال استعمال مواد التي تسير في هذا الاتجاه. بالطبع عندما وضعنا دفاتير التحملات وضعنا بعض الشروط من هذا النوع، لكن اليوم ما نفكر فيه في وزارة السكنة هو أن نراجع الدفتر ديال التحملات مع المعنيين بالأمر، يعني مع المنعشين العقاريين، باش نحاولوا نرفعوا أكثر من درجة تقيدنا جميع بهذه المعايير المعمول بها الآن عالميا، والتي في النهاية تعود بالنفع على المشاريع بحيث أنها كتمكن من الاقتصاد في استهلاك الطاقة، الاقتصاد في استهلاك واحد العدد ديال ما يدخل في مجال البيوت والسكن، واعتقد ان ذلك سيفيد كثيرا بالنسبه للسكن الاجتماعي. بالطبع هناك من يوازي اليوم بين كلفه هذه المعايير الجديده وبين الثمن النهائي للسكن الاجتماعي بما يمكن ان يؤثر سلبا على ذلك، لكن اعتقد انه اكثر فاكثر التقنيات المعموله اليوم تمكن من الوصول الى اسعار. اعتقد ان المشكل ما مطروحش بالنسبه للسكن الاجتماعي القديم، اذا كان مطروح بالنسبه للسكن الاجتماعي القديم غيكون مطروح بالنسبه للسكن في العالم كامل في كل الانواع ديال السكن، ماشي غير في المغرب، ولا اعتقد انه في شي بلد اخر ياتون لهدم ما هو موجود بالكامل وبناء. ما نتكلم عليه اليوم هو اساسا البنايات الجديده حتى نكون في مستوى المعايير الطاقيه الجديده. شكرا سيد وزير.